مشاهدي قناة تسعة مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم مكملين حلقتنا اليوم في الاختيار. ضيف ثاني، ضيف يهزنا العالم خاص به، نجاحاته، المجد اللي عاشه، أسعد فترات حياته، باش نتعرفوا عليهم اليوم ونرجعوا بالذكريات للزمن الجميل. اليوم وين؟ علاش الغياب وأسباب الغياب نعرفوها توت سويت، لكن قبل هات خلينا نتعرفوا على ضيفنا. جيل كبير من الممثلين المتميزين غابوا في السنوات الأخيرة على التلفزة، أبرزهم الممثل محمد العوني اللي اشتهر ونجح بالكاميرا الخفية في القناة الوطنية. هو من أكثر الممثلين اللي رافقوا رؤوف كوكا في نجاحاته، ولكنه يعتبر روحه هو أفضل من قدمها. محمد العوني ممثل من برشا يعتبر روحه غير محظوظ وتعرض لتجاهل كبير منذ سنوات. غايب ولا مغيب، الأسباب وكل كواليس سنوات العمل مع الممثل محمد العوني، ضيفنا في برنامج الاختيار. ضيفنا لليوم النجم الكبير سي محمد العوني، مرحبا بيك سي محمد. بيك بارك الله فيك، عايشك. سعيد جدا أنك موجود بحذانا اليوم في الاختيار. وأنا كذلك أسعد وأسعد لأنه برنامج ناجح، كل مبدع يتمنى يتعدى فيه. يا ربي خليك، شكرا. عايش. برنامج الاختيار يعطيك حرية أنك تختار الحوار سي محمد العوني. أي. بين الملف هذا والملف هذا. شو تختار؟ أنه هو تقسيم الحوار كيفاش بش يكون، 20% الشأن العام، 40% شخصي و40% فني. أي. ولا تختار 10% الشأن العام، 50% شخصي و40% فني؟ قبل ما ندخلوا في الاختيارات هذوما، أيوة، نتفاهموا ساعة. تفضل. في موضوع باش تخلصوني ولا هكا في وقت التسجيل تطلبوا هذا؟ لا ما نتفاهموا من الاول. نسقنا مع مانجيرك. كيفاش نسقنا مع المانجير؟ انا عندي مانجير من اصله. مالا فما شكون اخذها؟ انا اخويا من المنتج المستهلك. اش باش تخلصوني؟ نتفاهموا وتعطيهم لي اسبيس توا. ما كانش بكل صراحه اخويا محمد، لا حلت ولا ربت. المونطون اللي طلبوا انت ما تعطاش اسبيس سي محمد العوني؟ لا شيك، خاطر خدمت برشا سيتكم، ما تعطونا شيكات صبيتهم ورجعوا من بيي. طلب برشا فلوس، قداش كاش تحب يا خويا؟ اعطيني فهمتني حبيبي، اعطيني بريك يس كيلو بعد الحلقه. نقصد ربي البريك تو ما عادش حتى ثلاث ايام بعد الحلقه. نشوف الحلقه. لا 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 من تو ما كانش باش خذ البريك باش نحي الصان عايشك. يجي اخويا يهز ومش نقصد ربي على روحي من تو، يا تخلصوني يا نقصد ربي. يا حسره على البلوشي هكاك، هي كنا نجيو بلاش بلاش. سامحني بس نوسع بالك معايا يا اخي، انا كي نجي ما نتكلفش على روحي، مشيش الحجام عامل شعري مستنسين. شعري في شعري يا ودي مستانس. نجم زبل فيهم فرنك ب 3000، خذا لي 10000 وبالبوس ما عملت وجيه وبارك الله في عتاب رضوان. سي عتاب رضوان اعطاني الكسيوه بلوشي، كل ما نمشي المحطه فهمت يا نشكروه بارك الله فيه بلوشي. باهي. اي قبل ما ندخلوا في الحسيسه اش باش تخلصني؟ كان الاجدر قبل ما نبداو البرنامج تقول لي نستحق فلوس. لا لا، وحتى النقابه وصاوني قالوا ما عادش تعداو بلاش راهو. وانت تلتزم ودوروا بيا الفنانين الاخرين. يقول لك عملت انا الفضح معاه. يا اخي انتم كي تعدوا سبوت بوليسيتير تخلصوا ولا؟ نخلص هي وانت راس الشهر يصبوا لك. انا كفنان بلوشي راس الشهر. راس الشهر تعال يا اخويا، انا قصد ربي. شكرا، كان اسرع حوار. لا لا معك. شكرا. ايش بيك تغششت؟ ليه؟ اسرع حوار مع الضيف. عندك شكون يرمبلازيني؟ لا مش ما نحبش نعرف. راني نمشي. لا حق نحترم هذا. باهي باش نقول لك حويجه. ايوه انا مانيش ماشي. علاش مانيش ماشي في كلمتين؟ كلمتين لاني انت كمنشط نحبك بصدق. انا زاد تعرفني نحبك برشا ونحترمك. اما حويجه واحد كنت وعدني به نكمل معك الحسيس. عيني لي في كلمتين هاو قدام الخيان. نوعدك كي تولي عندك رانج روفر ويولي عندك بورتمان بالبيسين ما تنساش ما تنساش خوك العنعن. ماشي لي نجيبك تعمل غطس. حتى ندز معك اخويا برا ندز معك فهمتني. فما جزء ديجا موجود منهم. فما جزء موجود اللي هو تو نقول لك بعد البرنامج. برا ربي ينورك، برا ما نتوكل على ربي. بديت لك بكاميرا كاشي انت تو. بديت لك بكاميرا كاشي يا محمد. هذيك الكبسه اللي قلت لك عليها اما خفيفه راهو. والله خفيفه نعرفك نرفوزي في ساعه خبز والله. ماكش مستانس معناها قابلتك وقعدت معاك بعمرك ما جبت لي موضوع. ماني قلت لك تشد، ماني قلت لك راه وقت تبدا الحصه مع الصحاب. انت شد على روحك وانا شد على روحي. مالا باش نختار لك انا. ديفون سابو. باش نختار لك انا الملف اللي باش تحكي. اختار وعندي ولا يهمك. اي خوك راني بعد البرنامج مستانس نقرا. يا ربي العمل عليك. لقد تمت دعوتي لاكون ضيف برنامج الاختيار. انا المسمى محمد العوني. وقبلت الدعوة وتعهد بصدق الإجابة والجرأة في مواجهة أي سؤال، وأحرص على عدم مغالطة المشاهد واحترام حقه في معرفة الحقيقة كاملة. وختاما أتحمل مسؤولية إجاباتي واختياراتي. خوكم العبد لله محمد
العون. تقبل تصحح؟ نقبل ولا يهمك. تفضل سي محمد. يلا. شكرا. شكرا خويا. بعد ما صححت نقول لك مرحبا بيك في حي. الاختيار والبدايه باش تقول وبيك وبارك الله فيك. الاختيار العام مع محمد العوني. محمد العوني سعيد جدا انك موجود بحذايا. برشا ناس تسال تقول وينه محمد العوني، غايب الفتره الاخرى على التلفزه مش موجود، الكاميرا كاشي ويني، لكن في المسرح موجود محمد العوني. جيتنا بجديد. اي شنو العمل المنامه؟ والله ما زلت كي حضرت عمل مسرحي اسمه مسرحيه منامه، وهي مسرحيه كوميديه يشاركني فيها زوز ابطال ممثلين ممتازين. نحب نشكرهم برشا 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 لانهم تعبوا معايا في هالعمل هذايا. ناجي المرواني الممثل الممتاز وزميلي رفيق دربي حتى في الكاميرا الخفية، الممثل الذي حلو برشا ونحبه، وكذلك الممثل رفيق العلوي بيه. وهي من إخراج أيمن النخيلي المخرج المسرح المبدع اللي أضاف برشا للعمل المسرحي هذايا. اليوم يقول قال علاش نشكرهم برشا الوليدات، لأنهم خدموا معايا في ظروف خايبة شوية وتحملوا وخدموا معايا من غير منحة خلق. يعني الممثل كي يخدم في عمل مسرح ياخذ منحه كاشي دو كرياسيون. بما اني مانيش مدعم من طرف وزاره الثقافه، ما دعمتنيش وهو عمل ذاتي، فتعبوا معايا لمده 4 أشهر يخدموا، فهمتني، من غير منحه الخلق. قدمت الدعم؟ طلب الدعم؟ والله ناكد لك عندي مده اكثر من 5 ولا 6 سنوات كل عام نقدم، ولكن مسالك الدعم هذه فيها قواميس ونواميس التولى، فهمتهم، ديما نترفض وديما يخلقوا لك حجه، فهمتني، ناسفوا. تعلمتها كي تجيني ناسفوا لعدم دعمكم نظرا كل مره يعملوا حاجه. المره هذه علاش؟ المره هذه علاش؟ اخر مره لان المخرج لا ينتمي الى سلك الاحتراف. المؤلف فهمتني؟ اللي هو انت، رغم اللي وقتها رياض اللي هو انت المؤلف. لا 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 لا, لا. المؤلف وقت اللي قدمت النص هذاك اسمه رياض السمعلي. باه. ورياض السمعلي عامل مسلسلات ماخذ جوائز حتى في مصر في ام الدنيا. ويجيك يقول لك لا ينتمي ل... يخلقوها لك التعله راهو يحبوا. خدمنا عورة الهواء زاد رياض السمعلي. خدمنا عورة الهواء، كتب لي مسرحيه معينه اترفضت، وبعدها هي قدمت ملف اخر وترفض، رغم اللي الملف نتاعي اشب ما تتصور، اون 3 دي نصرف فوق ال 1000 دينار على الملف باش نقدمه. باه. ويرجع ناسفوا. في الوقت اللي فما مخرجين ومسرحيين يبعث لك فابل فقط، يبعث حكاية مثلا يقول باش نعمل مسرحية تحكي على الخوف فقط لا غير، على الخوف. على الخوف ياخذ دعم، ياخذ دعم فوق ال 100,000 دينار. كيما شكون؟ 80,000 دينار. كيما شكون؟ والله صححت على الصراحة، صححت على شعايبي مثلا يبعث فابل فقط يقول مسرحية. وفما ناس تاخذ في مئات الملايين دعم، مئات الملايين مع عند وزارة الثقافة باش يعملوا فيلم في وسط حمام، وفي فيه درا شنو حمام وقت اللي لا فايدة باش نحكيو فيها. كيما شكون زاد؟ كيما عصفور سطح وكيما غيره قبل سابقاً، وكيما اللي قاعدين ياخذوا تو في الدعم فريد بوغدير مثلاً وغيرهم. فما ناس عندهم أبونمون في الدعم. صدقني أنا لتو ما فهمتش شنية المسالك كل المغناطيس اللي أنا ديما كل ما ندفع نرجع بنأسفه. وهنا كي تاخذ دعم وينجح محمد العوني من حقه. أنا ناجح، شوف أنا عشرات المسرحيات اللي خدمتهم في صلب شركة مسرح اليوم اللي هي مسرحيتي، وعشرات الممثلين اللي خرجوا من المسرحية، خاطر فوق 30 سنة عمرها مسرحيتي. سفيان داش أول ما جاء من صفاقس أول عمل مسرحي شريكتي أنا، يعني خرجت أعمال ناجحة، وخرجت كنت قبل وقت اللي الدنيا كانت بخير وكان الإبداع والمسرح كان بخير. صدقني خويا محمد، كنت وقت اللي وزارة الثقافة يعطيوني عروض مدعمة في الصيف أنا نرفضهم، مدام نجاة جنات ولطفي لونيس يذكرهم بخير، يعطيوك دعم ترفضوا؟ يعطيوني عروض مدعمة ونرفض، عرفتش علاش؟ علاش؟ عروض مدعمة لأنه أنا بطبيعتي وحدي عندي 30 ولا 40 عرض سكرت.
سيب عندك كلها بربي يا مدام نجات واوسي لطفي نوجه لهم تحيه ونتذكرهم ايامات الخير كنت معاهم نقول لهم بربي العروض المدعمه هذوك اعطيهم لي في الشتاء وقت اللي تقيل تو هاني كومبلي علاش؟ لانه الوقت هذاك كانت تونس بلد الفرح الدائم باتم معنى الكلمه. اليوم تونس بلد شنو؟ بلد الحزن نتاع العروض نتاع القحط نتاع عدم العروض الناس مكبوطه نتمنى تو انا نمشي ونجي على وزاره الثقافه. فما فنانين تعرض، فما فنانين تعرض، فما فنانين عندها والله شوف الشاذ يحضر اربعه من الناس ما نكذبوش على بعضنا، اربعه من الناس معروفين يعبيوا المسرح وكذا، ولكن احنا لتو انا اخيرا وقت اللي حضرت العمل المسرحي نتاعي منامة اي اللي هي تحكي على الحلم فوالا، والحلم هذا كل مواطن تونسي الشيء اللي ما يوصلوش في الدنيا يحلم الحلم كما انا استوحيتها من روحي لاني انا كي نحط راسي على المخده نحلم بالاشياء اللي ما نوصلهاش في الدنيا. مثلا نسوق في كريبه خرد انا في الدنيا نحلم برانج روفر كي مره عندك ان شاء الله وجاي. قلت لك فما جزء موجود اي اخطأ مثلا استوحيت زاد برشا توانسه مسكنات من يسكنوا في حياه شعبيه يحلم يحط راسه على المخده هو خدام يحط راسه على المخده يحلم باش غدوه الصباح كي يمشي للمحطه نتاع الكار يلقاها نظيفه عفيفه فيها زوز فازوات نوار على اليمين وعلى اليسار ويتلفت للكار هكا يلقاها جايه فارغه تشعل شعلان يهبط الخلاص يقول له تفضل ويضحك له ويرشه بالكنوليا ويعطيه اي ويعطيه التسكره نتاعو مقربطه في وسط فهمتني جويب مقربط باش يرش الفار يعمل له هكايه باش يرش سي محمد بالزهرك اللحيده نتاع الزهرك الانتيكه نتاع الزمن الجميل فهمتني ايوه والشوفير يضحك له يعمل له هكا مرحبا بخويا فهمتني ويوصلوا ويبدا باهت يقوم الصباح لك الحس نتاع الفياقه ماشي يخدم في الدنيا مش في الحلم هي. يمشي للمحطه نتاع الكار يلقاها ارمي الغربال يركح يجيب شي يطلع باب ما نجمش يطلع من الشباك وواحد يهبط على الاخر في السطوش نتاعه يقولوا دور المركز هذاك الواقع وهذاك الحلم. مسرحيه منامه هي فيها الحلم وتوقعنا الحرب تعرف عندي شخصيه توقعت الحرب في مسرحيه منامه الحرب بين اوكرانيا وروسيا توقعته في مسرحيتي قبل ما تقع شهرين تالي حضر المسرحية خبير استراتيجي اي ما هو المسرح ايه؟ الفنان راهو عندك النظرة الاستباقية ايش توقعت؟ توقعت انه باش نقدم العمل هذا قدام لجنة شراءات وباش يعطوني عرايضات مدعمة على خاطر المسرحية ذاتية صرفتها من فلوسي ما عطاتني حتى فرنك الوزارة عندك الإمكانيات خمسة سنوات عندك الإمكانيات باش تصرف من مكتوب. والله عاوني ناجي المرواني الممثل المبدع ايه؟ عاونتني شركة الرهان الرياضي برومو سبور ب 4000 دينار فقط اللي ما جيبش لأني عندي ديكور كبير تو المسرحيين ما عادش ياخذ 80 و60 و70 مليون دعم ويعمل لك المسرحية فيها سطل حديد وخيشة هكاهو العبد لله رغم اللي ذاتي بعت لان تستحق ديكور يلزم لازم في اللازم انا انسان مبدع بعت اثاث داري باش كملت ديكور مسرحيتي وزاره الثقافه الطول اللي دعمتني بحتى فرنك للدرجه هذه محمد اي نعم خويا الغالي بعت اثاث الدار باش نكمل ديكور مسرحيتي وكي كملتها ننتظر في لجنه الشراءات قالوا لي بح ما سماش لجنه الشراءات تتصور توا نورمالمون لجنه الشراءات كي تخرج لجنه وباش تدخل لجنه اخرى ما تخرج هذه اللي ما تدخل الاخرى ياخذوا تو عندهم شهرين ما فماش الشرايات علاش باش ينقزوا لنا المساحه هذه واضح يمكن خاطر ما فماش فلوس وهنا نعذرهم والله اعلم فهمتني هذا في المسرح موجود فما عروض فما والله عملت عرض في مهرجان نصر الدين بن مختار ربي يرحمه وصنفوه النقاد واللي حضروا شافوا المسرحيه احسن عمل مسرحي يتقدم في مهرجان نصر الدين بن مختار احسن عمل وقلت يا ربي هاو تو بجي يا ربي يعطي خير وخويا اول عرض خديته في دار ثقافه بن رشيق ممتاز الشيء اللي حزن انه دور ثقافه توا كي باش تمشي تعرض يطلب عليك فلوس قبل كان يزيدك فلوس خاطر تنشط له الدار وجاي عباد تتفرج طلبوا عليه 400 دينار ودفعت باش تاخذ تعرض في بما اني انا شريك على قدها في الامكانيات ما عنديش باش نعمل سبوت في تلفزه لا ما عنديش باش نعمل سبوت في تلفزه ولا باش تمشي لشركه بروموفون بوبليسيتي باش يعصقوا لي يلصقوا لي ليزافيش والله اخوك بيت نخلط في الفرينه للصباح فرينه نخلط فيها في سطل ومصبح للصباح نعلق في ليزافيش نتاعي نهار وحدك تعمل فيها انا وزوز من الناس صحابي بارك الله فيهم ناجي مريان ورفيق العالي وممثلين
الممتازين اللي يخدموا معايا مصبحين الفارينة مقطوعة شارع باريس الكل فهمني شكارة فارينة خلطناها ايوه ولصقوا في ليزافيش يوم السبت كذا كذا والدات نهاية الخميس تخرج اللجنة العلمية تقول باش نلغي العروض سهل. خوك يعلم ربي انا فانا حالة وقتها تلقاني وصلت الاحباط ذهلي شنو احباط يا رسول الله اللجنة العلمية ذي ما جات شادة كان في المبدعين وفي العروض الفنية يا رسول الله دي برا شوف القهاوي معبية والاسواق الاسبوعية والمرشية حتى القهاوي ذاحها في يوم الايام يا اخي ايام كرتاج المسرحية كانوا قبل يطلب عليك الباس توريه الباس واشتر الصالة 30 ولا 50 مليمية توا ما زالوا كيراجعوا كيراجعوا هما واحنا قعدنا بطالة شهرين نسينا المسرحية الممثلين نساوا جمل نسيتوا النص؟ نسينا النص لازم نعاود نبرف مادام ضربونا بشهرين بطالة سرحنا كل واحد يعلم ربي والله كعيت الاولاد قال لي محمد تو رانا نسيناها المسرحية ذاك الوقت كنتم متبنيين متمكنين منها لا تو ثلاث اربع ايام تعاود ترجع المسرحية مو خاطر تو انا قلت رمضان جاي وليت نفكر بالكاميرا خفية لاني نحب نرجع فوالا قبيلة ما حكيت على فيلم عصفور استح نحب نسألك سؤال عليه الفيلم الفريد بوغدير تعدى ليلة الإسراء والمعراج في التلفزة الوطنية ومثلا بين الناس اللي نقدوا أنه اختيار بث الفيلم في الليلة ذيك سيد عبد اللطيف المكي قال قلة احترام للمشاهد اعتبروا أنه الفيلم يتعدى ليلتها كيف تشوف أنت كفنان أنه الفيلم يتم برمجته في الليلة ذيك في التلفزة الوطنية والله هنا الإدارة العامة متاع التلفزة هي اللي تحمل مسؤوليتها والتلفزة هي تحمل مسؤوليتها لأنها مالوريزمون خويا محمد ليس هنالك رجل مناسب في مكان مناسب في التلفزة الوطنية اي نعم سيدي قل الذوق ما يجيش بالكل وانا معاه المكي في الحكاية هذه ولو اني انا ضد النهضة في كل شيء بصراحة تامة ضد النهضة انا ضد النهضة مليار في المليار ولكن مع لا ملاحظة هذه انا معاه لا نقول وقلت قبل تتصورني انا من لا طول عمري نقول ارجع خويا لا عايش خويا من فضلك فهمتني هاي لا اخر مره خويا فما واحد دهان دخلوا فريه في التلفزه باهي كي دخلوا فريه في التلفزه الدهان هذه الاسود دهان في قصر هلال نعرف نيفو سي زماني بريمير هي دخل يخدم في التلفزه عامل اوفري وقت اللي نخدموا في الكاميرا كاشي انا وراه في كوكا وقت هو لهينا بصندوق نخبيو فيه اللي بيطا هما اكل كاساتات الكبار طعام ككح في السبعينيات في الثمانينيات كنا نسجلوا على البيطاء مش توا ولات كارتا صغيرون الدنيا تطورت كانت بيطاء هكا السيد هذا اللي اسمه احمد رجب لا باك صديق قذاك باهي وبات في التلفزه زاد رسموه فيس باهي خاطر تبارك الله ناشط خدام بعد مده فجاه نلقاه ولا مخرج بالك قرا وطور من روحه وعمل لي فورماسيون لازمين خويا الغالي لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله ما ينجمش واحد خدام في سبيطار يعدي 30 سنه خدام في سبيطار يولي يعمل عمليات جراحيه على بعض المرضى زاد تطور خاطر عنده برشا في السبيطار لازم يمشي يشق فهمني ولا ما تجيش السيد هذا خاطر جاب ولا مخرج السيد هذا كي جا خاطر قعد يعمل اسيستانا مساعدين مخرجين في الحصص الصباحيه كي جاب باش ياخذ الانتريت التلفزه باش تكافيه كافوه بكادو بوازوني يعني هديه مسموم قالوا لي باش تخرج ورده وكتاب اي نعم اعطى دور البطوله لعيسى حراث فرح عيسى حراث بالدور وقعد شهرين يخدم عليه وقال هالمره راح اتعدى مع ميسى بديس يبكي ألمني ألم كبير ياسر قال له شد بدا حضر قعد يحضر في الدور ومن بعد بدلوا من غير ما علموا ما علموش ورجل حضر في روحه للدور تاع البطوله وقت اللي عيط وعطاه فيغوراسيون ان بتي رول ولا ينوح الرجل وتعدى مع ميسى يبكي وينوح لانه كان جا حمادي عرفها ولا المسلماني ولا الحاج سليمان والمخرجين نتاع البوالور نحكيو على السيد احمد رجب طبعا عامل احمد رجب جريمه لا تغتفر سخفني عاد لاني حسيت المظلمه ذيك انا بدي عشتها المظلمه هذه العمل الورده وكتاب تعتبره عمل نجح فشل كيفاش تعتبره؟ بكل صراحة إجماع على الفشل نتاعو مش نقولوا أنا الكلام هذا إجماع الفشل إجماع على الفشل نظرا اللي قلت هالك ليس هنالك رجل مناسب في المكان المناسب باهي لأن تو كيما حتى فما حصص أخرى قاعدة تفشل وفشل ذريع لأنه أمالاها وأصحاب الخبرة نتاعها يتكيوهم لأنهم نجحوا راهو ساعات رد بالك خويا محمد أنك تنجح
راهو ماهوش سبب باش تتواصل وتكمل في نجاحك. بالعكس يمكن كي تنجح تدفع ضريبه نجاحك انه يعملوا لك بلاكه نتاع ستوب. في تونس ما يلزمكش تنجح. يلزمك تنجح وتكون دبلوماسي وتعرف كيفاش تراوغ وكذا. انا نجحت كليت سلبو خويا ما نكذبش على خويا الغالي. فهمتني كما قال الطاهر الفايز قبل وقت اللي كان يكتب في جريده صريح عجبني عنده ربريك قال لك كانك ذكي اعمل روحك به في الدنيا هذه. لانه الموظف اللي يخدم اكثر من اللازم ويجي بعد الوقت وكذا فهمتني هو اللي ياكل الصداقه والكركار اللي ما يجيش وكذا هو اللي يترقى هو اللي يوصل. التلفزه الوطنيه بعد ورده وكتاب عملت نجاحات اخرى راهو عملت مايسترو عملت حرقه. اي لا 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 هذيك امنا راهو للامانه مش راني عملت الملاحظه هذه مش معناتها راني هاجم في التلفزه. باركونتر عندك خلاف مع التلفزه الوطنيه. صحيح الخلاف هذا صار اخيرا وقت اللي في رمضان من اللي فات نتفرج في التلفزه نلقى حصه عملتها انا بالكامل الخفيه فكره يعني فكره الكنز وقدمتها. هنا نحب نفتح قوس صغير خويا محمد وخليني انا خاطر عامل كيف كبير بوجودي بحداك ربي يخليك لانك حصتك تعطي مساحه باش الواحد يفرغ قلبه بالصدق. ربي ينور بالصدق بالصدق اقسم لك بالله انا اخوك يمكن لا اله الا الله محمد رسول الله. كان وريك تليفوني تو تضحك عليا. لا لا مثال شوف اكل الانتيكا واحد من تليفوناتك. لا مش معناتها ما عنديش تليفون. واحد من تليفوناتك. لا تليفوني هذايا فهمتني. دونك عملت حلقات نتاع كاميرا خفيه من انتاجي انا وتقديمي وافكاري وكذا واحد خذوهم اطراف اخرى. كل مره نحل على الانترنت تلقى طرف سارقينهم ويهبطوهم يدخلوا بهم في الفلوس. لانه انا حلقاتي وبكل تواضع عندك الجرأة باش تسمي شكون ملايين ملايين لا قنوات واسامي وبرشا عباد كل واحد شكون سرق لك افكارك؟ برشا 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 كي تحل تلقى التيتر هذاك نتاع شركه معينه وكذا هما يصبوا لهم في الفلوس. علاش؟ علاش قلت لك هكا؟ خليني في التلفزيون لاني انا ما هبطهمش. فكره من الفكرات اللي عملت ملايين ملايين ورجعوا لها فكره الكنز اللي صورتها في قبلي كانت ناجحه وناجحه جدا انه نخرجوا كنز ونعيطوا الواحد باش ياكل معنا وبعد كيشوف الكنز قدامه مطلعينه في الكهرباء نتلفت صاحبي ناجي المرواني نقول له اي برا كافيه كافيه وافرح بيه يجبد 5000 فرنك ورجل يشوف كنز كامل مخرجين طالع في الكهرباء يتغش هنا 5000 يقول برا زيد 2000 تزيد 2000 فهمتني نشنجوا عصا. هذه فكرة الفكره هذه صورتها ولا نفس الفكره لا شنو لا هذه راني قدمتها في قناه المتوسط نلقاها موجودة في القناة الوطنية هي بيدا وجبدوها ال 15 فكرة 15 حلقة يعني نفس الفكرة هذيك بتاع الكنز بتاع العبد ولله اللي هي متاعي تعديت 15 مرة هي بيدا عاودوها 15 مرة مشيت خويا تفاجأت دبرت نمرو سي الاسعد وقت قداش مدير التلفزة الوطنية قلت له نحب نقابلك قال لي مرحبا بولدي في كل وقت. باهي ممتاز. 9 نتاع الصباح كنت في بيرو عسلة سي الاسعد راه ما يجيش راهي الفكرة هذه وارجع شوف تاريخك وقتاش انا مصورها قاعدين تعديوا فيها توا وراهو انا مانيش لئيم ما نحبش نشكي بالتلفزة الوطنية لأني ولدها ولا اللي ترسمت فيها اللي ربحت منها حتى شيء فهمتني احنا اللي عطينا فهمتني ما عليناش. إيه قال لي توا هو سي فلان الفلاني هو اللي قاعد يخدم فيه. إيه قلت له توا راهو فما حاجتين. أنت قيدتها باسمك؟ موجودة في الدروا دوتور وجبت له حتى التاريخ اللي مقيدها به. أوكي. قلت له سي الأسعد أنا راني قبل ما نمشي نعمل محامي ونرفع قضية وندخل في التلفزة الوطنية اللي هي أمنا واللي هي مسمينها العكري حلينا عينها فيها ما نجمش واحد يشكي بأمه وأبوه فهمتني. قلت له راني نحشم كان أنا نرفع قضية بالتلفزة ولكن خذوا لي حقي. قال لي والله يا سي محمد ساعة شبيك ما جيتناش؟ كان جيتنا ساعة أنت صاحب صنعة وقديم ونعرفه الكمبيوتر أعطيناك كذا. هي قلت له توا شنو الحل؟ قال لي هاو نمرو السيد المنتج. حاولت فهم معه ألاميابل توا يجي للثنية وحاولوا فضوا المشكلة ألاميابل والعام الجاي راه باش نعطيوك الكاميرا كتجي لك أنت. هي قلت مادام العام الجاي أنا باش نخدم. هاو وعدني به. هاو وعدني به. هبطت في الدروج طلبته السيد. ألو سي فلان الفلاني مستعد نسمي تحب تسميه؟ تفضل العوادي ولا العويديدي ولا حاجه كيما هكا فهمتني محمد العوادي ولا حاجه كيما ما عليناش فهمتني بس التليفون هو تلمي ظاهر لي يظل تفضل هز الو وي تفضل وعليكم السلام ايوه حاجه مستعجله
اي اي بعد اي لا لا كمل كمل بربي أي. لا 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 خذ راحتك نسكروه لا 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 ما يجيش ما يجيش وشكون سامحني شكون لا المدام خلتني نجيب الخبز في ديك فهمتني يتروح قبل ما يسكروا خاطر الكواشة خاطر تشوف على حرب هاك الفرينة ثلاث سبايع في التساوي اي محمد العيدودي كنت رجعني محمد العيدودي اي والله بصدق هبطت قلت تعرفش كيفاش توني هم وعديني بالكاميرا الخفية العام الجاي ما يسالش يلا برا خلينا نتناقش مع السيد الو قلت له سي فلان اي قلت له راه مش معقول ما شاورتنيش هكا من الاول حب ينكر وكذا يتملص وبعد كي جبته للسنين قلت له باهي راه كان باش تنكر باش نعديها للمحكمة باش نشكي فهمت قال لي تعرف كيفاش خويا محمد احنا رانا اللغه القديمه احنا رانا كبرنا عليك وانت تربينا عليك خويا وخونا ونحبوك وكذا باهي قال لي راني انا البرومير ترونش راني خديتها وبدينا نصور بها وكذا اما راني الدوزيام ترونش نخلصها نهار 15 في رمضان تطلبني قال لي وين تسكن قلت له في لافايات حدا قال لي نهار 15 تطلبني تجيك امورك نخلصك في حق الفكيره وسامحنا وكذا ما حبيش نطلب نهار 15 باش يقول لك شو الراجل مصبح يستنى وكذا طلبته نهار 16 مهز 17 مهز 18 مهز 19 طلبت الدهش المدير العام ما هزش 20 ما هز حتى حد ايوه جيت باش نمشي ونعرف وانا نعرف اللي الاشياء هذه المحاكم التونسيه تقبلها شكلا ولكن تحفظها عمرهم ما انا ما حبيتش تشكي ما مشيتش ليه باش نخسر حق انا هدتنا في جعفام ما يعطيونيش حقيقي لا ما تفاجعوش وخذاه ولتو دونك ما عندكش اشكال معناه مع التلفزه الوطنيه عندك اشكال ما عندي فقط حتى اشكال لا مع مدير التلفزه السابق لا بالعكس انا تو قاعد ماشي جاي على سي رشيد يونس وماذا بيا يعطيني فرصه سنه باش نرجع للوطنيه الاولى باش نقدموا فيها حاجات باهيه باهي غير الكاميرا كاشي باش نرجعوا لها من بعد انت تعتبر روحك مش من المؤسسين بل المؤسس تاع الكاميرا كاشي في تونس نرجعوا له من بعد هذا شابتر اخر في التمثيل يعتبروك ممثل محمد العوني المخرجين قديش عندك ممثلتش مثلا والله شوف رو كل مخرج من حقه باش يعمل كاستينج على كيف ولكن ثم مخرجين يمشي لك على الشكل تو ما نعطيك على سبيل المثال سامي الفهري يمشي على البوتي كوني جميله واصمتي ولا كن جميلا واصمتي ياخذك على الشبوبيه هاك ما شاء الله لا خويا انا الشعر مازالك حلكين والله شوف والسوريه محلوله هوني ثم ولا وائل كفوري لا خويا شوف اللي نقول لك كان تشوفني في الدنيا الصباح كيفاش تفجع مني ولكن عندي حاجه بعثها لي ربي سبحانه وتعالى نحمده ونشكروه لا يقولوا حتى المخرجين الكبارات 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 اش يقول لك في جو الاوديو فيزيوال وفي السينما وفي التلفزه يقول لك لا كاميرا ال تاكسبت او ال ترفو يتقبلك فما ممثلين خشان ياسر خشان في المسرح ناجحين نجاحات ساحقه الكاميرا كي تاخذ خويا الغالي ما تقبلوش انت تقبلك الكاميرا محمد العوني وعملت مسيره كبيره نحمد تقبلني وها ها قدامك شوف اللهم صل على النبي خمسه وخميس ما شاء الله الحسود فيها مدري ما شاء الله لطف عليك اما كان جيني بعد العشره نتاع الليل تقطعت على رجليك السر بالشعر قد هكا محمد العوني شوشت افكاري حبيت نكمل في سنين تنجي ترجعني زعما خاطر راني بديت في العمر هذا بديت شويه زهايمر هكا ما نجمعش عارف تفكرت السر بالشعر هكا قاد السر خويا اصرف بعد وحدنا ومشي مش يقعد شعر هكا اسكت بركه تسبق ها تسبق صلي يعني بي علي الصلاه والسلام سيد الرئيس بن علي علمنا ان نسبقه اما انا من دوري قدوه الله يرحمه وينعم شفت كي شوشتني هنا تو خرجتني خلينا نرجع لك خذيتني بالريق بالريق تفضل هاي ما كنش نقص على الحلقه ونزيد نطلب الكشكش من جديد تو كل درجين الكشكش تفضل باهي لا اله الا محمد قلت لك بالحق نحي فضلك على شيره والله بكل صدق سامي الفهري يمشي لك على البوتي باه وبعد الديريجي وعنده ديريكسيون داكتور باه ويخرج حاجات عبد الحميد بوشناق الاسعد الوسلاتي والله شوف عبد الحميد بوشناق كان مشيت له كان ياخذني ما مشيتش عندي شويه بخل لا محاله ولكن ايش نقول لك حاجه انا توا اخر خدمه خدمتها في السينما كانت على طريق مخرج امريكي باه مخرج امريكان عيط لك عملت عنده كاستينج اعطاني دور مهم وصورته في سيدي بوزيد السيف تاع مناول والحمد لله انه جاو في طمك الغصره في طمك الكورونا جاب لي تحرك الدنيا ربي باش هكذا تنفسنا شوي الحمد لله المخرج الامريكاني زعما زي صاحبي بالك عطيه رشوه
شفت العداله نتاع الامريكان ومتاع كيفاش عارفك شايفك نزيدك حاجه اخرى ليه دخلت عملت كاستينج مشيت معهم سيدي بوزيد عملت في تونس تمشي تعمل كاستينج هاو شيك الحديث مره اخرى في زيني فيلم الله يرحمه لطفي زيني وقت اللي كان فما زيني فيلم جاب مخرج مصري اللي انا عمري ما نعرفه ما ريتوش ما نعرفوش عملت عنده كاستينج اش ناخذ خويا اش تاخذ ناخذ دور بطول بطوله مطلقه الشريط اسمه سعدي في خطر وشاركني فيه محمد الصياري والله يرحمه والله علاش ضحكت الاسم تاع العمل سعدي في خطر انا هو شوف السيناريو مصراوي وتونسو احمد عامر ردوا بالتونسي لانه لطفي زيني حب يخدم ما بين مصر وتونس وياخذ سيناريوهات مصريه يقع تونستهم واحمد عامر تونسو سعدي في خطر خويا كي شافني صفوة القشيري عمري ما نعرفه عمري ما ريته قال لهم هذا قدح عليا بدور بطوله والمخرجين نتاعنا علاش ما يشوفوكش؟ علاش؟ ماكش منضبط اولا هما احرار شوف اولا هما احرار ثانيا فما ظلم كبير مش كان انا رياض النهدي البريود اللي فات الكل تراوشوا في مسلسلات مسكين هاو يعاني ارجع هاو ولا كرونيكير انا كلنا توا تعرف جل الممثلين جل الممثلين ولينا نتشاطحوا في المنوعات التلفزيه باش نمركيو كاشي نتاعنا باش نعيشوا تتصور ممثل يا بتاع يعمل شطحه نتاع مع مطرب شعبي باش يعجعجك المنوع باش يتعدى الساعه بستة جنيه والعداده بتحسب باش نجموا نعيشوا كنت كرونيكور زاده في الغوطه ما زلت كرونيكور وباش نشطح وباش نتكربس باش نشري لاغورت بناياتي وباش باش نعيش خويا مالش نعمل هي سي نورمال مالش نعمل كلنا في الاتجاه هذاك لانه هذاك الظرف نتاعنا اللي يسمع هكا يقول محمد العوني ما عملش فلوس في مسيرته ما لميتش فلوس نحس فيك كانك تخدم في الفيسك هي في القباضه متهرب من الفيسك ريت هذه فلوس تجي وتمشي يا خويا الغالي نعطيك حاجه صدق نقولها بكل عفويتي اراه المبدع الصحيح الفنان الصحيح ما يحسبش فلوس يحسب الي ان بون فيفون يدخل شويه اموال في فتره معينه ضيعت برشا فلوس ضيعت كيما ضيعوا برشا فلوس عملت برشا فلوس انا كنت نعمل 40 عرض و30 عرض في كنت المهرجانات من بنزرت البنقردان نبدا موجود فيهم عشرات الاعمال ليله الدخله خمسه اللي يحقوا بالجره عسكر زواوه كلمه السر عروض وكنت تعرف في كل عرض كنت نهز معايا الوالده امي الله يرحمها ربي يرحمها اي نعم سيدي وتعرف اول حاجه نطلبها من الجمهور كي نكمل العرض وانا عندي طبيعه كي نكمل العرض اول حاجه كي نطلع سيرسان باش نعمل السالو اول حاجه نقول ما عجبكم العرض ولا خاطر نعرف الناس كل مع بعضها باش تقول عجبنا اش نقول لهم انا وقتها نقول لهم اول تصفيق نحبها تكون على الوالده اللي جابتني انا وامي تبدا قاعده مع المعتمد ولا مع مدير المهرجان تحشي مسكينه تعمل لك تفرح وهذاك بالرضا نتاعها انا عايش ربي يرحمها برضا الوالده مش تعديني الفقره الشخصيه باش نتعدى معاك تو سويت للاختيار الشخصي محمد العوني نرجع بك للذكريات علاقتك بالوالده الطرائف اللي عشتهم في حياتك واصعب الايامات اللي عاشها محمد العوني تو سويت في الاختيار الشخصي كنا نحكيو على الوالده سي محمد العوني ربي يرحمها ان شاء الله علاقتك بها سبيسيال علاقتك بها خاصه جدا كما كل حد مع امه ان شاء الله ربي يفضل الامهات الكل وربي يرحم الامهات اللي توفاو لكن فما حكايه غريبه ما نعرفش تاكدها لي ولا تنفاها الحكايه ليله عرسك فجعت امك فجعه كبيره شنو السبب والله باش نكون تلقائي وعفوي معاك ليله عرسي سي خلصنا الدنيا الكل مسي بالسر عملت هي ملاكم في دارها وعملت انا ملاكي في داري بيه؟ حفله وصغاريت وكذا وحضرت داري برطماني والوالده عنده مكل علاقه سي في البيت اكل الامور كل مريقل امور مش نرمشي نعمل غطسه حمام ايوه نحيك السر في الحمام كذا ونتعدى المريه نكتب صديق ونروح بمرتي بيه؟ ليلتها في الليل خويا فهمتني تراجعت خويا لا فايده في ذكر التفاصيل خاطر ربي هناها هي تراجعت خطيبتي هي
رغم اللي عشره اكثر من 10 سنين انا وياه وقصه حب كبيره. كانت قصه حب كبيره. اي نعم، على خاطر حبت تعمل معايا براد فير في ليله العرس. حسيت في ليله العرس فما حوار دار بيني وبينها فيه البراد فير، كانه شكون اللي باش، حسيت بروحي انا باش نحصل حصله كلبه باش نتعدى المحكمه كالمسلسل الماست بتاع النفقه والمحكمه وكلها تعطيله. شميتها قارصه خويا، عطيت على رجلي. والحاجه هذه الوحيد اللي عملها في تونس معايا قبلي بمده، تاثرت به شوي لانه كذا، هو نجيب الخطاب الله يذكره بالخير. تعرفوا الحكايه نتاع نجيب الخطاب، حكايه تتصور وما نتصورش مع كذا، بطل هو بيد. بطل انت زادة بطلت عرسك ليله العرس؟ ليله العرس صدقني، وقعدت بعدها كنت نجم نعرس فك العمر هذاك نتاع 26 سنه 27، حلمي ولادي يكبروا معي. عملت روتار نتاع 10 سنين اخرين باش عرست. وين مشيت ساعه ليلتها؟ وين مشيت ليله العرس؟ المراه قلت لها راه مشيت للوالده امي الله يرحمها تو كذا، قلت لها يا ميمتي راني صايي بطلت. عملت هكا ايه شوميه شوميه، قلت لها يا ميمتي انا اولتي برا خوذ وبعد طلق العزاء. قلت لها يا ميمتي لا ناخذ ولا نطلق، اش لازم يا ميمتي نقعد ناخذ ونطلق؟ سهله هي داخلينك الحمام خروجك، خليني نطلق تو ما غير ما نطلق. ما لا لعب يا ولدي، قلت لي برا خوذ لا ميمتي عايشك وقت عندك الارتيام تليفونات اللي خذاه لي راهو في كوكا الله يذكره بالخير، خاطر انا عامل سكسي وقتها في اي عامل سكسي ما في الكاميرا كاشي مع رؤوف وقلبين هالدنيا، وقت اللي كانت الكاميرا كاشي فيل عملتك سكرتك الارتيام خاطر تعرف نورو هي، ومشيت لقربص. انا نحب قربص برشا، طلعت القربص قربص ترتحني خويا، عملت حمام فك قربص وطلعت فما اوتيل فك جبل نحيت فيها كسر اللحية وركشت وبت مرتاح، خاطر حسيت بروحي باش نتعب ملا قرار. يعني اختصرت اربع ولا خمس سنين تاع خصام وكل واحد حجمت لهم ليلة العرس. باهي يعني كيفاش صار العرس اللي من بعد؟ العرس اللي من بعد سي كوم اللي قلت لك كنت نهز في الوالده معايا الله يرحمها بعد ما بطلت من خطيبتي الاولى. خطبت برشا مرات محمد لون؟ لا لا الاولى ما مشاتش، والثانيه جبت منها زوج بنات اللي توا ربي فضلها لي والله يطول في عمرها، فهمتني؟ ايمان البحر هذيك هذيك امي الثانيه ومرتي عشيرة عمري تنحكي عليها بعد في كانت الوالده نتاعي مريضه شويه عندها هكا بعيد الشر على اللي يسمع فيا، عدى عليها طبيب قال لي عندها كونسير دو بو دون فاسون اللي حسيت امي ما عادش تطول، ما عندها امراض اخرى وكذا، حاسس اللي امي باش تمشي على راحة، وهذيك الحزن الوحيد اللي ندفع عنده. وليت من وقتها صحبت امي عملتها هي صاحبتي، امي ولات صديقتك البرود هذيك، خاطر عارف اللي باش يجيها وقت وتمشي على راحة. وليت كل ما نمشي الحفله ولا المهرجان ولا حتى ديما ميمتي بجنبي، حتى في العروض صدقني اي عرض نهزها ونطلب لها التصفيق هي قبل ما يصفقوا على الممثلين. وكانت الحركه هذه يستحسنوها حتى مديري المهرجانات ولا المعتمدين اللي حضروا، خاطر انا ما قصرتش في حقها محمد شويه ما. جمله شبعت دعاء خير وانا عايش بالدعاء الخير نتاعها. في مره من المرات باش نوصل لك لزوجتي اللي عايش معها توا، ايوه امي ما زالت مغرومه بك الزرد والكذا، وانا من الشمال الغربي من مكثر انا. اي تشرف. عاد عندنا زرده زرده رجال الحماده نقولوا لها احنا، خاطر يهزني للزرده، مشينا للزرده هذيك اكساكس وتبار وزكار وكالجو، وهي تدور في وسطك الزرده وكذا، وتعدى الطفله هي اللي هي توا زوجتي، عيطت لها امي قالت لها الراحي جاي بلهجتها. اي 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 بنت من انت؟ قالت لها راني بنت هي وريني الدار. قلت لها مشينا للدار خطبت هالي في جمعه من زمان، حرست روحت بها امها شرطت عليه شرط واحد. ملا محمد العوني بطل صغيرون اقل مني ب 20 سنه رايا. اوف 20 سنه. اوه 20 سنه اصغر مني. بارك الله. قالت لي تو انت قصتنا وتونس كامله تحبك وكذا، خذ الطفل اما شرط. فهمني هي تو توفيت امها الله يرحمها. ربي يرحمها. شنو كان شرطها؟ شرطها قالت لي ما تقصلهاش على قرايتها. خلت كمل قرايتها. خوذها اما خلت كمل قرايتها. قلت لها تهنى وثمان. وفيت بعهدك. وفيت بعهدي. اعرف اللي ان شاء الله ربي يسامحني الكرش الاولى نحيتها خاطر عندها باك سبور وقتها. تعمل في الباك ما يجيش فني بالباك وهي كذا. باهي. عاد من اطرف ما صار لي مع زوجتي هذيا نشيع فيها ديما لليسي. لليسي باش تقرا. فهمتني؟ وانا هي بما ان حلت عينيها فيا وكل كلمه ما تفهمهاش تقول لي اعطيني تفسيرها. اي كلمه ما تفهمهاش تقول لي اش معناتها كذا كذا، اش معناتها كذا كذا، وانا ديما نفسر وديما نوعي.
ينهار عاد. سهرت برشا في الليل، وتعرف احنا الفنانين سهراتنا وكذا، وكثرت لها من الجازوز الاخضر ليلتها فهمتني. أيوة. والشروب والاحمر وما تابعوا انت وانت سيد العارفين. ايوه قمت الصباح فهمتني ولا مضمون ولا وراس قدرك. مش قلت لها سيد العارفين. اي لا يا اخي شنو عمرك سيد العارفين فسر لي كان. قلت لها ايمان راني نحس في روحي مضمون، عمل لي حويجه حاره هكا خن. قالت لي محمد شنو معناتها مضمون؟ هي قلت نزيد نفسر لها هذه نقعد نكسر في راسي برا خن نغطها. قلت لها مضمون معناتها راسي يوجع فيه. اه قالت لي مضمون راسي يوجع فيه. اي قلت لها خذيتها خذيتها مضمون. هي بعد مده فهمتني هزيت نشيع فيها فهمتني للليسي، دخلت عندها وقت 4 صيامات ونهارتها راسها يوجع فيها. البروف نتاعها يحترمها برشا ويحب يعرفها من الريف وكذا. شبيه قال لها ايمان اليوم راك ماكش عجبتني؟ قالت له مسيو راني اصبحت مثمونه. شنو؟ قالت له اصبحت مثمونه. ايمان يزي قال لها شنو اصبحت؟ ولا قالت له اصبحت مثمونه راسي يوجع فيه. عمل لها استدعاء ولي هزك انت. شنو بعد عاد قلت لك لا اله الا محمد رسول الله. تو انا نوجه لها تحيه زوجتي وهذاك اللي كسبته. عاد الاربع فرنك اللي عندي نقول يكملوا لي الشر ولا تعيش في الكري؟ ما له رزمه في الكري صحيح. هي ما شوف ما نحبش لا مش بش ما نحبش نتبكر نتشكل. ما خيب الفنان المبدع اللي تعدى في التلفزه يقول لي ما عنديش. ما قريتش حساب النهار هذا محمد كما يقولوا فما شعر يقول لك انا المهرج اجا تفرج وتمتع خويا بنكتاتي من برا نضحك ونهرج في الداخل تكبر ماساتي. دونك احنا راهو ما قريتش حساب النهار هذا. ما قريتش حساب النهار هذا. كنت تنجم تعمل ديار، كنت تنجم. انا نعطيك حاجه وقت اللي كنت في التلفزه الوطنيه ومع راوف كوكا وقت اللي كانت الكاميرا كاشي فيل وكنت انا من الاوائل يحلوا البيبان لبرشا عباد. نجيب جيبان جبته انا ومشكور يرحم والديه اللي تعدى معك انت في افام. صحيح. اعترف اللي انا اللي جبته. صحيح. مش رؤوف انا اكتشفت كذلك فهمتني لا اله الا الله محمد رسول الله. اي قالوا مشكور جدا. برشا عباد جبتهم وعبد الحفيظ الهرقام الله يذكره بالخير كان مدير العام تاع مؤسسه التلفزه الوطنيه. كان كل ما يشيخ عليه يقول لي محمد جيب لنا اوراقك وكذا خلينا نحطوك في الاذاعه الوطنيه فتعمل تعمل سالير على روحك ولا في الصناعه. ما كنتش مستحق له السالير هذاك. يقولوا به يا عبد الله سي عبد الحفيظ تجيب اوراقك. ناس دخلاء دخلوا توا ياخذوا في 1500 و1700 دينار وحتى 2000 دينار ما غير ما ساعاتي. لو يرجع بك الوقت تختار تهز اوراقك وتقد الدنيا؟ هذا كلام كي ناكل فيه ناكل فيه في عظامي ناكل فيه في عظامي ناكل في يدي فهمتني. من شنو يخاف محمد العوني اليوم؟ والله نخاف اكبر خوف عندي انه بناتي الزوز وعائلتي ومرتي يحتاجوا. اما حتى انا ما مش مشكله خاطر انا نشم يدي نشبع. ثم وصلنا لوضعيه كارثيه في الابداع الفني. النقابه والتعاونيه ما همش ما اكبر كذبه خويا محمد تخلقت في تونس هي النقابه. النقابات تيجي نفسر لك هذايا رايك وموقفك. راي هي. شوف نقابات خاصه نحكي لك على نقابه المسرح مثلا. خطاني انا مش مطرب نحكي لك على اي نقابه المسرح ولو انهم يشبهوا لبعض. اعطيني نقابه المسرح اقسم لك بالله وصدقني ما يخدموا كان في مصالحهم
وقت اللي حاجتهم باحتجاجات قدام وزارة الثقافة ولا حاجة يطلبونا يعيطونا باش نندوا كذا ونحضر معاهم. منخرط في النقابة؟ أنت منخرط في النقابة؟ يا ودي منخرط في النقابة بالفترة؟ لا مش بالفترة، يعني النقابة بالنسبة لي أنا كمبدع يعاملوا فيا بمنطق حاميها حراميها. هو النقيب لازم يدافع عن المبدع الفنان ولا أنا نعطيك سيد جمال العروي. والله سيد جمال العروي نحكيو على النقيب جمال العروي النقيب هذاك ومن معه بكل صدق يتفضل يخدموا في مصالحهم هم، وهم كل عام قاعدين يدعموا. أنا فما ملف قدمته لوزارة الثقافة أعطوه الجمال باش ينظر فيه بصفته هو نقيب، حطوه في لجنة المساعدة على الإنتاج، رفضني هو، هو اللي رفضني ورغم لي نص ممتاز ممتاز بالك ما تستوفي الشروط المطلوبة بالك لا مستوفي يا ودي يخلقوها لك كيما يحبوش يدعموك كيما يحبوش يدعموك راهو يخلقوا لك التعليات والأسباب. أنا ما تمتعت بشيء من النقابة ونحسها كذبة كبيرة وعمرها ما أنا نعطيك حاجة أخرى. جاتنا ظروف قاسية وقاسية وقاسية جدا دون فصان اللي تميزرنا واستحقينا المنحة الظرفية. باهي كي نعمل مطلب نتاع منحة ظرفية على طريق النقابة فهمتني يترفض ما ناخذوش، وكي نمشي للوزارة ديراكت نقابل مسؤولين الوزارة يتفهموا وضعيتي ويعاونوني ويعطيوني ومشكورين. دونك النقابة كأنها سمسار فاشل فهمتني يخدموا في بعضهم. فما تعاونية؟ التعاونية فما تعاونية حلت فيها المسرحيين وفيها السينمائيين ولي بانتر وكذا هاي برا خويا التعاونية حلت. قلت قصدت ربي مشيت سهلت عليها التعاونية قلت خلينا نمشي التعاونية ثمش متعاوني. باهي قالوا لي يلزمك 30,000 باش تعمل لك كارت. تفضلوا هم 30,000 هي تعطيني الكارت. قالوا لي ماكينه مكسره رجعنا شهرين اخرين. قالوا حضرتك شكال الماكينه تصلحتش. قالوا لي ما زالت عامين والماكينه ما تصلحتش. من بعد طلبتني عضوه من النقابه من التعاونيه. قالوا سي محمد العوني قلت لها هي قالت لي بتجيب لنا 300 وتجينا. انا نجيب لكم 300 اي يا ولدي ثبت رواحكم. يا اخي انا جاي للتعاونيه باش تعاوني باش ترسلي انا نعاون التعاونيه. ظرنتم التعاونيه خويا يلموا في الصوارت ويمشيوا يتشخلوا فواياجات لبرا وعاملين توأم مع تعاونيات اخرين في مصر وفي لبنان وفواياجات وبلوط ما يعاونك كان ربي سبحانه. باهي ولا وزاره الثقافه في شخص الوزيره ولا في شخص قابلت المسؤولين قابلت وزيره الثقافه والله قابلت الشيف دو كابيني دينيرمو وعبرت له حكيت له على البسبسه ما زرعت وحكيت له على الظلم اللي انا قاعد نقاسي فيه 6 سنين ما دعمتش وحتى كي يعطوني منحه ظرفيه وزاره الثقافه مشكورين ما نكرش ناخذ المنحه باليمين ونهزها باليسار للقباضه باش نخلص الشركه الاداء نتاعها لانه اداءات نتاع الشركه حتى وانها نيوم ما خدمتش المينيموم دامبو ما اقلش من 500,000 وتعطي 300,000 للكونتابلي وكل شهر ما تمشيش تباشر كانك يعني مزون صح في المركز. باهي ال 15,000 يوليو 45. محمد العون يمكن يمكن كلامي مش باش يعجبك تو لكن الناس اللي تفرج فينا باش تقول خدم عمل عروض دار لم قد اي القاعده الاصحاب الجازوز الاخضر ولا اش قلت عليه انت هو اللي هز الفلوس. لا اختنا من الجازوز الاخضر ما نركزوش انا راني مش اول انسان اعطيك حاجه. صاحب قاعده محمد العون يتقال عليك صاحب يتقال قاعده القاعده ضرتك في كاريرك. والله انا مسميني فرفر في القعدات مسميني فرفر لمين نهدي بيدو مسميني فرفر ورياض صديقي نوجه له تحيه فرفر في 4 قويزي زيت خضر ولا 5 ونروح تمشي تروح الاخرين يا جازوات الاخرين يحب لهم سباب لا وين وتلفتوا ما يلقونيش حتى تصبح على خير ما نقولهاش فلوسكم مشاو فلوسي مشاو خويا في جو سوي ان بون فيفون المبدع والفنان في الشيخات انا الحوت الباهي ناكلها في الشيخات اللحم الباهي ناكلها فهمتني كسبت متعت روقت صغيراتي وكذا ولكن راني مانيش الحمد لله لحد الان مسطوره ولكن مسطوره والحمد لله. ناخذ فصل صغير ثم نرجع نحكيو معاك على اسعد 24 ساعه في حياتك علاقتك بالاعلام والاعلاميين وايضا بعض الفنانين زملائك من روف كوكا إلى لامين النهدي بعد الفاصل. خليكم معنا راجعين مكملين مع ضيفنا في الاختيار محمد العوني.